السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم بعد ما كثرت طلبات على موضوع المقالة. ومن عيني، من عيني الاثنين إن شاء الله، من عيون الاثنين، because it's plural الجمع، راح أستمر وياكم بتنزيل هذه الفيديوهات. كل اللي أطلبه من عندك أنه تشترك بالقناة، أكون من عندكم ما مشتركين، مو كلكم، تنشر هاي الروابط، لا تكون بخيل، فيد غيرك. هذا تمرين، فكرة مالته عندك كلمات اللي هن الوين والوات والوير والواي وإلى آخره. هذه الأدوات لازم تربطها أنت بين الجمل، تجيب هذين الجملتين مربوطات، تربطهم بالنص وتغير ما يلزم تغيير. قبل لا أشرح هذا الموضوع، لازم أعيد فكرة معينة أخذناها بالمحاضرة السابقة، تابعوا وياي. محاضرة السابقة، محاضرات السابقة، أخذنا الكمباوند والسنتنسز، الجمل المركبة، جمل الأمرية، وعندنا الجمل الديبندنت والاندبندنت، وعرفنا شنو السبورتينيتي كونجكشن اللي هن السينز والبيكوز والوايل، وأدوات الربط كليتين يسمونهن سبورتينيتي كونجكشنز. أدري بكم واحد ما فاهمين، خليك وياي، راح أعيد الملاحظة. إحنا عندنا فد أشياء بالإنشاء أو بالمقالة بشكل عام يسمونهن السبورتينيتي كونجكشن، هذين كثيرات، من ضمنهن السينز او البيكوز او الوايل او الوين، هذني بحدود 20 كلمة 30 كلمة، مجموعة كبيرة جدا يسمونها السبورتينيتنج كونجكشن، سبورتينيتنج كونجكشن. وتقدر تبحث عليهم، تلقاهم طبعا على جوجل. اناني بحثت لك هنا عليهم، شوف سبورتينيتنج كونجكشن، هذه كلها اسمها سبورتينيتنج كونجكشن، كلها اسمها سبورتينيتنج. تشوفها يعني كثير عليها، موجود عليها، يسمونهن، شوف هاي حتى 50 subordinate conjunctions، لأن كلهن يسمونهن subordinate conjunction. كل أدوات الرابط، شوف هنا after once، شوف شوف هذه وينها، هذين يسمونهن subordinate conjunctions، subordinate conjunctions. ركز لي عليهن، ذني جدا 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 مهمات، مو يجيك يقول لك السبورتينيتي كونجكشنز وظل صافن، ذني وينهن، ارجوك اقراهن ارجوك. عندنا فد شيء اخر يسمونه الكوردينيتنج او الكوردينيتور، نفس الشيء كونجكشن، لان هم ادوات ربط، ولكن ذني عددهن محدود، ذني عددهن محدود، اللي هن معروفات يعني مثل ما تشوف قدامك، هذه وينهن، ذن اسمهن الكوردينيتنج كونجكشن، كوردينيتنج كونجكشن، ذن وينهن الفار والاند والنار والبات والار واليات والسو، ذن اسمهن كوردينيتنج كونجكشنز، او يعني كوردينيتر كونجكشن، نفس الشيء. زين، هذني هم لازم تحفظهن، ذني جدا جدا مهمات، لازم تعرف شنو الفرق ما بين subordinate conjunctions والcoordinating conjunctions، كلش كلش مهمات. بالنسبة للتمرين الثالث، join the following pairs of sentences using the words when, what, where, why and how. أنا يعني ذكرت لك بداية الفيديو، قلت لك الconjunctions وال subordinate conjunctions والcoordinating conjunctions، قلت لك شنو استخدامهن وشنو هن. فبهذا السؤال يطالب من عندك تربط ذن الجملتين بوحدة من هذه الأدوات اللي هي subordinate conjunctions، اللي هي subordinate conjunctions، اللي هن أدوات الاستفهام والوات والوير، واللي احنا ذكرناها لبداية الفيديو، تقدر تكتبهن يمك لين ذني تحتاج. طبعا هنا احنا شنو راح نسوي بشكل مختصر بهذا التمرين، كل اللي راح نسوي ندمج كلمتين، ندمجهن بإضافة يعني أداة ربط، وهاي أداة الربط مرات نقدم أو نأخر حسب الكلمة. خلينا نروح على الحل. طبعا الجملة الأولى قال لك why did you refuse to see me، راح أصير you must find out، يعني أنت لازم تكتشف. هاي الجملة نفسها جبناها خليناها بالبداية، why، لماذا he refused to see you، he refused to see you، يعني بس مجرد جملة كانت سؤال سويناها مثبت، حذفنا did. طبعا احنا من حذفنا did الفعل هذا refused، لازم يصير refused،
زين وكملنا الجوله. يعني نقدر نسوي فد قاعده او فد نظام خطه نمشي عليها حتى نحل هذا التمرين. اولا الجمله الاولى تكون بالبدايه، ثانيا اداه الربط اللي نستخدمها هي واي نفسها، ثالثا نحذف الديد ونخلي الفعل بصيغه الماضي. هاي الحل. النقطه الثانيه I must leave now. I have already told you the reason. هنا راح يصير I have already told you the reason why. طبعا بما انه انا عندي reason استخدمت why لان سبب. Must leave. Must I leave now. زين. How did you find out my address? Please tell me. راح يصير please tell me الجملة الأولى نجيبها بالبداية. How you found out my address. طبعا هنا بس حذفنا الدد وخلينا الفعل بصيغة الماضي. نفس الحالة بقية this shop where she bought her new hat at. Where did you last hear from him? Write and let him know. راح يصير write and let him know you least له heard or heard from him. ونفس البقية مثل ما تشوف. يعني راح نجيب الجملة الثانية نخليها وين بالبداية، ونجيب الجملة الأولى تخليها بالأخير. يعني الجملة الأولى هذه هنا راح تصير بالبداية وتخلي أداة ربط هي الوات تخليها بالوسط. ليش خلينا الوات؟ لأنه فد شيء غير عاقل. يعني you want me to do something. Something شنو معناه؟ what. يعني نستبدل something بwhat. رقم 7 what did he tell you I would like to know. I like to know هاي الجملة حذفنا طبعا الفعل المساعد. I like to know what he told you. طبعا الدد راح يصير فعل ماضي هنا، بدل الدد راح نخلي الفعل بصيغة ماضي. بالنسبة هذه الجملة 8 how many letters did you write to him you cannot remember. راح يصير You cannot remember. Cannot you remember how many letters you wrote from him for him? طبعا هنا did حذفناه وخلينا الفعل بصيغة الماضي. Did he leave the farm? Ask him why. Ask him why he left the farm. يعني أنت راح تسأل why، راح تقول له ask him why. اسأله ليش he left، ليش غادر الحقل. When did you buy this picture? إيش وقت اشتريت هاي القطعة؟ You must surely remember. راح يصير why must remember 10. راح يصير you must surely remember. أنت لازم تتذكر when you bought this picture. إيش وقت أنت اشتريت هاي الصورة؟ When did you buy؟ مكان الدد راح نحذفها ونخلي الفعل بصيغة الماضي. You must surely remember. يعني حتى إذا قدرنا نقول You must surely remember why you bought this picture. اعتقدها صحيحة يعني مو مشكلة. He asked me to meet him at certain place. طبعا هذه meet مو meet. This is the place. هذا هو المكان where he asked me to meet. ليش استخدمت ال where؟ طبعا هي للمكان لأنه فد شيء مكان. How did you recognize you? I cannot understand it. I cannot understand he recognized you. يعني ما أقدر أفهم شلون فهمك. Where did he put the book I lend you? Please ask him. طبعا هاي مو place. Please ask him where he put the book I lend you. Each. What time does the train arrive? No one seems to know. No one seems to know what time the train arrives. يعني بس مجرد ترتيب. وخاف تريد يعني شرح أدوات الربط. طبعا هو هذا الموضوع على أدوات الربط. أنا شارح على اليوتيوب موضوع أدوات الربط يعني الضمائر.
فتقدر تكتب على اليوتيوب شرح ضمائر الوصل الأستاذ محمد نجم النوفلي، راح تلقاهن هم يفيدنك يعني، هم تقدر تطلع عليهن. إن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، يعني نحاول نخلي الفيديو قصير وإن شاء الله فدناكم بالحل، وأي خطأ أو سهو إحنا نعتذر إن شاء الله، يعني أي واحد عنده معلومة يقدر يضيفها بتعليقات حتى البقية هم يستفادوا. شكرا جزيلا وحياكم الله في هذا الفيديو.